اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه من داري انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده، ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسه وخلاص. الثلاثه دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبه. جي ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي، حدودة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن اهي. لا هو في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ ايه ده؟ مفيش اي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يا انت هتقعد تقول انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. اطمن. لا اطمن اطمن. هاني. ايوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه صغيره. بصوا يا جماعه، لو ما كانش اتليست حته الموزه قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟
هات الهبل ده. استنى كده رجعها هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه هي دي حصالة. هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس، ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجة اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننة كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد دافنتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاطوره اللي هتحصل. يا رب. في حاجة؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570، ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة، ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الآخر لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب. أه ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب يا جماعة استنوا يا جماعة، أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات أكيد أقل من الحاجات اللي إحنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجة يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، إحنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل إيه تاني يعني؟ نيلي أنت ما خسرتيش حاجة على فكرة، أنت كسبتي أهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جديد دهب على فكرة. هو المهم لمة العيلة، جدك أساسا ما كانش متصور إن أنتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. أنا مش زعلانة خلاص يا جماعة عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس أنا مبسوطة عشان مشينا الرحلة دي مع بعض، وكمان أنا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشية إزاي، ومبسوطة أكتر إن أنا عرفتكم. ممكن أقول لكم حاجة بس ما تزعلوش؟ أنا بجد عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا ينفع أسلم عليكم أصلا، بس دلوقتي أنا ما أقدرش أعيش من غيركم. أنا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعاً هتخرجي بابا من السجن. لا عشان أجيب النيو كولكشن الصيفي، لأن أنا لابسة لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبة لي حاجة مهينة جداً، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا أنا اتغيرت الأول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى أجيب لبس. أنا كمان يا جماعة اتغيرت، ولازم يا هاني أجيب الكولكشن، لأني خلاص من بعد ما دقت النظافة مش هينفع ألبس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ اكبر صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي يا حلال عليك. يعني جدكو ده يعني الراجل ميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض.
بس دلوقتي يا عم بندق، ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو كده زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر والله. عارف ده اتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز، الالغاز بتسالوا الالغاز، ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه؟ سيبوا مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي؟ تعالى بس كده. افتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. اه اه ادي السكوس يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسكت بقى. فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا، انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي. لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه؟ بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود، يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات؟ ايوه خلص، هات شوية مية بس قبل السفايف. اخرس امشي. ها ها، ده حمار مكسيكي يا غبي، هيفهمك تقول له ها. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا. خا حاضر. خا خا خدني يا رب.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. هاي، ازي حضرتك؟ كويس. فاكراني انا شيف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه، كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. صح. When you were stalking me. انا ونمي. صح. I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامله ايه؟ امك ممكن تطلب منك طلب؟ شور، اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك، وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف، ام سوري، انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لك حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبت معايا الفرح ده، كنا انبسطت معايا. بس انا ما اعرفش حد خالص، ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه، ها، والبوليس جه، وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي، وحاجه مصيبه. بس انا غلبان والله العظيم، انا عايز ارقص مع اي واحده عشان خاطري والنبي. خلاص خلاص خلاص، حرام. خلاص اوكي، هرقص معاك بس راسه واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جست وان، جست تن، براحتك. يلا ماشي. عايز ترقص ايه بقى؟ يلا تعالى. عادي زيهم، سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقص معانا يعني؟ ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصه مايكل دي؟ ما اعرفهاش. مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي؟ ها، وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه، والسحبه، عارفه اللي هي ام ساحب كده، سحبه. ماي جاد، فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. يلا بينا. لا يلا بينا. ايه نرقص سنو زيهم؟ لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام، دول خواجات، لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها، حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطة قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبة كانت طويلة ومملة. انت بقى الايام دي، الايام اللي جاية كلها دلع. عامل لك مفاجأة، انما ايه؟ حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق ساجل على المريطية. الله، بس انا كان نفسي في حاجة يعني على البحر. يا بنت ما السويت على المريطية عدل. ايه ده، هتبقى فيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون، تروحي شقتك الجديدة، حاجة 75 متر في برج المدينة اللي على البيني. إنما إيه، تشوفي منه الهرم الأكبر، بس لازم تقفي بشباك المطبخ وتشبي قوي يعني، أو تجيبي حاجة وتقفي عليها. الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا مبسوطة قوي إنك هتسكنني في البيني، ده أنا كان كل حلمي أوضة وصالة بس في كعبيش. ولسه بقى في مفاجأة أكبر. إيه بقى؟ قدام عربية بجو 504 5 راكب، موديل 78، إنما إيه، حديدة، تخش بيها في الحيطة، الحيطة ما يحصلهاش حاجة. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس. لتبذير وبزخ على فكرة. بزخ ايه يا بنتي؟ دي لقطة ب16,000 بس. طب ومالها المكنة بتاعتك؟ ما هي مقضيانة اهي وما اشتكتش. على رأي المثل، خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوشو، بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ، الفراخ تبيض، نبيع البيض، نشتري كتاكيت، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفيش البيض مربح قد ايه. ده مشروع رائع، والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع، خلاص يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو، ده سلو محترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي. بقول لك ايه يا سعد دل. اتفضلي. انا اصلي حبيتك قوي قوي. انا كمان. ونفسي اقولك على شويه حاجات كده حصلت لي في الماضي. قولي. هم حاجات بسيطه لا تذكر يعني. 12 قضيه بس. ما تقوليش، انا شفتهم في فلاش باك قدامي كده. اصل انا كمان الحقيقه حصلت لي شويه حاجات في السجن، تعرفت على ناس اصدقاء، حصلت لي شويه حاجات. بس انا قلت لنفسي طالما ان بابليك ونو فيلينج دي بس وات. بس الحقيقه كان وحوش. بس اوكي اوكي. ما تقولش. ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا، بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي، تاني
رجعت للعجرفة دي تاني؟ سري حبيبي أنا أعيش معاك في أي داهية. أنا بعرف أزبطك إزاي. شريف يا سو يلا يا مامي يا مامي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعة؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصورة. يلا ايه؟ العفو شريحين تعالي معايا بليز، عايزة قاعدة للدريس. ماشي أنا رايحة التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطة. نهار اسود، جدك لحسلي مخ. يلا يا بيت يلا. اوعى حد يقول حاجة، اوكي؟